نعى الفنان المغربي هشام بهلول الفنانة المغربية القديرة خديجة أسد بعد وفاتها ليلة الأربعاء 25 يناير الجاري بعد صراعها الطويل مع مرض السرطان. ونشر بهلول صورة مركبة للراحلة خديجة أسد رفقة زوجها عزيز سعد الله عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وأرفقها بتدوينة جاء فيها: إن لله وإن إليه راجعون. غادرتنا إلى جوار ربها الفنانة خديجة أسد بعد تقريبا 2 و3 شهور من وفاة رفيقها في الحياة الأستاذ سعد الله عزيز، جدد الله على روحه الرحمات. وأضاف هشام بهلول: اللهم ثبتها عند السؤال، وارحمها واغفر لها واجمعهما في جنة الخلد يا رحمن يا رحيم. خالص العزاء لأسرتها ولزملائها ولأصدقائها ولكل محبيها، عزاؤنا واحد في فقدانها، لله ما أخذ وله ما أعطى.